هذه بركاتك استاذ سعيد حبيبي. كيف تقيم الاكاديميه؟ والله انا اول شيء بالنسبه للتقييم في الطريقه العالميه والعلميه في التقييم ان تقيم من اربع مسافات، مسافتك اللي بجوارك زملائك في العمل، والمسافه المسافه اللي فوقك المشرفين عليك، ومسافه اللي تحتك اللي خلينا نقول مستهدفين عندك سواء جمهورك، ثم اخر شيء تقييمك الداخلي. اربع الجهات هذه اذا قيمت من خلالها يكون تقييمك هو اقرب للصواب. عطنا جهه من الجهات دي تقييمك انت. الجمهور اللي قاعد اشوف انا بنسبه كبيره راضي، المشرفين اللي فوق بنسبه كبيره راضين، من داخلي انا والشباب فريق العمل راضين، زملائنا في البرامج كلهم راضين الا انتم. طيب سؤال استاذ سعيد، لو اعيدت الكره يعني جينا حياتك اثنين وحتكون انت مشرف اكاديميه حياتك، وش الاخطاء اللي بتتفاداها من هالاكاديميه؟ على كل حال هو من الجميل الحقيقه ان الانسان اذا عمل عمل انه لا يعني يشعر نفسه انه عمل ملائكي، ضروري انه يعني يعرف ان هذا العمل هو عمل بشري صحيح قابل للاخطاء، خاصه اذا كان العمل طويل 3 شهور، وخاصه اذا كان واقعي، وخاصه اذا كان يعني يقدم للجمهور رسائل معينه. بعدين استاذ سعيد انت عندك تحدي انه في التدريب انت الدورات كل دوره في مجموعه جديده، في نفس جديد، في مكان جديد، فانت جالس تقدم نفس العمل كل يوم، اللي يتغير هو الضيف والماده العلميه، المتسابقين نفسهم، المكان نفسه، المشوار نفسه، هذا الشيء ما يتسم مع التدريب بشكل عام، فهذه تحدي كبير لكم. هو تحدي للأمانة، ولكن انا برضو حتى اكون منصف، عندنا فريق عمل، فريق الاعداد حقيقه ما يقصرون، اشكرهم من هذا المكان، وايضا اشكر حقيقه ابو يارا الاستاذ سامي الجعوني، هو ايضا قريب منا، يعني بلا شك في اخطاء تحصل يمكن حتى المشاهد ما يدري عنها، احيانا في عالم التدريب احنا نتعامل مع مدربين، المدرب هو بزنس في الاخير، المدرب اللي يكون مرتبط بدوره خارجيه، وذاك كثير المشاهدين يسالوننا يقول نبي مدرب الفلاني الاسم الفلاني، هم ما يدرون دقنا عليه 200 مره لكنه مرتبط بدورات وفي الاخير ياخذ مقابل عليها، فيرى ان حضوره في القناه ما هو مناسب، هذا وجهه نظرنا طبعا. فاحنا في يعني انا اقول ما في اسم في التدريب معروف في الساحه الخليجيه الا وصار التواصل بينه وبينه. عجيب يعني نعم. شغالين على قدم وساق في التنسيق نعم. مع اغلب يعني أنا المدربين، كثير يسالوني حتى يرسلوا لي فلان 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 لصقنا معه، انا ما ودي اذكر اسماء، لكن ما في مدرب في الساحه مشهور تكلم عن رموز التدريب الا صار في تنسيق تواصل. طيب ممكن يكون السبب هو الوقت، انه الوقت قصير توكم نسقين، ماذا لو كان التنسيق مبكر، هل حيكون موجودين؟ هو على كل حال انا اشعر بانك انت قاعد تقرر انه في اخطاء، انا اشوف الامور كلها تمام. انا ممكن اسال سؤال والله شوف بعلمك حاجه، انا اثني على كلمه واحده قالها سعيد، انه فعلا اغلب المدربين الرموز انا اخذ مقابل مادي في مكان معين، فلا ارى انه ظهوري في القناه سيضيف لجمهور معين او شريحه جديده في المجتمع، بالعكس اخذ مقابل مادي. يومية بعض المدربين اللي كلمناهم 50,000 ريال في اليوم، فهو عنده مثلا برنامج مدة اسبوع والله اعطني 10,000 لابني لك الجدار ذا تستهبل انت. ما عندي مشكله، انا لما اتكلم لما اتكلم فعليا الان المقصد انه احنا هنا موجودين للتعديل، انتقادنا لم يكن للاساءه، يعلم الله انها لانها فقره رئيسيه من فقرات، ليست هي الفقره الوحيده اللي انتقدناها، هي مجموعه فقرات، فالمقصد هو ايش؟ هو تحسين الوضع. فاذا كان لانه الجمهور شريكنا معنا فاحنا نتناقش في الامور بصوت عالي. جميل. اي شيء لو حضر بوقت مبكر ممكن الضيوف يستعدون، لانه تعرف بعض الضيوف خاصه المدربين، انتم يا المدربين جداولكم ممتده طول السنه، عندكم مواسم دورات تدريبيه محجوزه مسبقا كل سنه وثلاث سنوات. استاذ ياسر سؤال انا بس النقطه هذه بس عشان ما نخلص الوقت ما تروح النقطه هذه، في تنسيق مع المدربين اقل شيء شهر، يعني عندنا مثلا يوم الاحد القادم ان شاء الله راح يكون معنا الاستاذ ياسر حزيمي، احنا مرتبين معه من شهرين لخمني عرفت يعني من شهرين، فاحنا الامانه ما في مدرب جبناه من دقينا عليه الساعه 4 وقلنا تعال الساعه 6. اكيد اكيد انا ما اقصد الساعه 4، اقصد انه فتره اسبوع اسبوعين شهر، بعض لا المدربين مين مناسب له، بعض المدربين تكلمه بعد سنه. كلامك سريع استاذ سعيد، عندي نقطتين سريعه. النقطه الاولى، هل تعتقد انه هالدورات كافيه؟ يعني مثلا في بعض المدربين يحتاج لاكثر من مره، انه تفاصيل كثيرة ما تأخذ مثلا في ساعة أو ساعة ونص أو ساعتين. احنا لازم نوضح حاجة، اللي نقدمه ليس دورة، اللي نقدمه هو برنامج تدريبي فقط أو محاضرة تدريبية، لأنه ساعة الدورة جماعة الخير يجب أن تكون يعني فيها تمارين، فيها مهارات، فيها قناعات وفيها معارف، احنا ما نقدر نسوي الأشياء هذه كلها في ساعة وأقل من ساعة، وإذا طيب. احنا نقدم محاضرة تدريبية. طيب السؤال الثاني، اقتراح أخير بس بسرعة. عندي ناس أو شخص
أو شخصين مختصين عندهم دورات في مجال الإخراج المسرحي والإخراج التلفزيوني وكتابة السيناريو، هل في إمكان أنهم يحضرون يقدمون فائدة للمتسابقين؟ علشان إحنا نرتب من قبل بشهر ما عاد في إمكانية. ما في إمكانية لأنه ترتيب مالك للدور برمجي الجديد. بس واحد والله قول انتقادنا، كان لهدف أنه هالفقرة جميلة ورائعة وفائدتها عظيمة. شكرا أستاذ سعيد على حضورك. شكرا لكم، أنا سعيد جدا أن يكون اليوم معكم في بروفايلك والدعوة الكريمة اللي جتني منكم، وأنا سعيد تلبيتها وأنا والله يتشرف. ياسر علي الغامدي يعطيك العافية. شكرا الله لك. شكرا لك يا حبيبي. الله يسعدك.